السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين بينهم إسلام بحيري. السيسي يؤكد مساهمة مشروع تنمية قناة السويس لإحياء طريق الحرير ويرحب بعمل الشركات الصينية في مصر. وفي هذه النشرة أيضا، إسماعيل يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ووزير التموين يؤكد أن أرصدة السلع الغذائية كافية. نشرة الخامسة من النهار اليوم، وأحييكم مشاهدينا الكرام. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ومن بينهم إسلام بحيري. وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس الجمهورية أن معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ويعد هذا القرار الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، ويستند إلى المادة 155 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية. وأشار المكتب الإعلامي إلى أن قرار العفو صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الصين، منوها إلى مساهمة مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس في تنفيذ مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير. جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني شي جين بينغ شوان. السيسي رحب كذلك بعمل الشركات الصينية في مصر. من جانبه، أشار المسؤول الصيني إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر وتفعيل موقع مصر الاستراتيجي كنقطة التقاء مهمة لمبادرة الصين لإعادة إحياء طريق الحرير. اللقاء تطرق كذلك إلى سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والصين إزاء عدد من القضايا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف. شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تكثيف الرقابة لحركة الأسواق للتأكد من مدى توفر السلع بالكميات والأسعار المناسبة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بحضور وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال والتموين والتجارة الداخلية. من جانبه، أكد وزير التموين أن جميع أرصدة السلع الغذائية كافية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن طرح مناقصة لتوريد أرز أبيض محلي في إطار خطة الدولة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية تكفي لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن رصيد السكر يكفي حتى نهاية فبراير. هذا وقرر رئيس الوزراء إعفاء السكر الأبيض المستورد من الضرائب الجمركية من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو 2017. وغير بعيد، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارتي الصحة والمالية وشركة فاكسيرا للتفاوض مع الشركات المستوردة للدواء للتعاقد على كميات الأدوية المطلوب استيرادها لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلية، ووجه بتوفير جميع الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. كما وجه إسماعيل بعقد اجتماع آخر مع شركات إنتاج الدواء المحلي لمراجعة تكلفة الإنتاج وسعر البيع استنادا إلى نسبة المكون المستورد أو المحلي في تلك الأدوية. وأشار تقرير جرى تقديمه من وزير الصحة خلال الاجتماع، أشار إلى أن معظم الأدوية المتداولة بالسوق لها بدائل بالفاعلية ذاتها. وفي اتصال هاتفي سابق مع النهار اليوم، نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ما تردد عن منع الدولة استيراد الأدوية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، وليست لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.
في شركات توقفت وما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي عن حظر الاستيراد ده ليس له اساس من الصحه. خليني اقول لحضرتك ان احنا عندنا 146 صنف دواء في السوق المصري ليس لهم بدائل او مسائل. احنا هم مش يعني هم مش موجودين دلوقتي، لا هم موجودين بس بارصده قليله، يكاد يكون نتعرض لازمه فيهم خلال الاشهر القليله القادمه. بالفعل في قرار من الحكومه ان احد الشركات القوميه ستتولى استيراد ال 146 صنف دول. الحقيقه ده هي مع تحمل الدوله النفقات اللي هي هتكون 186 مليون دولار، وبكده الحكومه بتعمل خطوه استباقيه علشان ما نتعرضش لازمه نقص الدواء او نعرض حياه المريض للخطر. وفي سوهاج أكدت وكيل وزارة الصحة الدكتورة رفيدة سلطان توافر الأدوية والأمصال وجميع المستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة استعدادا للسيول، مضيفة أن هناك تنسيقا مع جميع الجهات والإدارات المعنية. من النعم ربنا علينا أن المحافظ بتاع سوهاج طبيب، وده بيدي بصراحة احتواء للصحة في المكان وفهم وتقدير للأمور والمام بالاجراءات اللي بتتخذها الصحه في جميع الكوارث الطبيعيه اللي بتحصل. مع لي امر بان احنا جميع الاجراءات او الاحتياطات اللي تتخذ للسيول لابد ان تتوفر. وخلال أحياء اليوم العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، حذرت منظمة الصحة العالمية من كثرة وسوء استخدام المضادات الحيوية، وقالت إن ذلك يؤدي إلى تزايد مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وتراجع فعالية العلاج. وقالت مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بالمنظمة الدكتورة رنا حجي إن المضادات الحيوية لها أهمية كبرى لعلاج الأمراض المعدية، لكن المشكلة الحالية هي مقاومة المضادات الحيوية نتيجة استخدامها بشكل زائد. مش هنوصل لدرجة ان نستعمل الانتبيوتكس ويصير عنا زيادة بالمناعة ضد الانتبيوتكس. وبعدين يعني واحد من المشاكل الرئيسية نحن علشان كده دلوقتي متخوفين جدا من موضوع المقاومة الانتبيوتك ريزيستنس ده، انه دلوقتي نحن ما عندناش نيو انتبيوتكس عم تدخل على السوق. يعني نسبة زي ما بتشوفوا مثلا بالجراف هنا بالصورة هنا شايفين نسبة، من هنا بتشوفوا نسبة الانتبيوتكس الجداد يلي تم الموافقة عليهم من الهيئات الدولية. بحث سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره اليوناني العلاقات المصرية اليونانية وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى التعاون الثلاثي القائم بين كل من مصر واليونان وقبرص. كما تطرق لقاء الجانبين إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية. وفي العرض التالي المزيد عن العلاقات المصرية اليونانية. شدد وزير البيئة خالد فهمي على دعم مصر لطموح القارة الإفريقية التوازن بين التخفيف والتكيف فيما يتعلق بمجالات البيئة المختلفة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا أو يوم إفريقيا التي دعا إليها العاهل المغربي محمد السادس على هامش مؤتمر تغير المناخ المنعقد بمدينة مراكش المغربية.
قال فهمي أن هذا المؤتمر يمكن منحه عدة أسماء، منها مؤتمر التنفيذ ومؤتمر إفريقيا ومؤتمر التكيف، وذلك لتأثير تغير المناخ على قطاعات مختلفة. أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في المشروعات العملاقة، جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المائدة المستديرة حول تنظيم المؤتمر الوطني لعلماء مصر مصر تستطيع المقرر عقده في الغردقة الشهر المقبل. أوضحت الوزيرة أن المؤتمر هو نموذج للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الخاصة ممثلة في شبكة تلفزيون النهار، وهو أنه الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبه أكد رئيس شبكة النهار ألبرت شفيق أن هدف المؤتمر هو تعزيز الدور التنموي للإعلام من أمثال برنامج مصر تستطيع في بناء الوطن. المؤتمر الأول اللي بتقوم به الدولة للاستفادة ورفض العقول المهاجرة بالوطن الأم. احنا طبعا هذه الاستفادة أو هذا النهج جاي بناء على تكليف من السيد رئيس الجمهورية بربط العقول المهاجرة بمصر، وده الحقيقة جزء أساسي وملف أساسي من ملفات وزارة الهجرة، ويعني بتأتي على قائمة أولويات وزارة الهجرة تلبية لاحتياجات المواطنين في الخارج، وفي نفس الوقت الاستفادة من عقولنا المهاجرة اللي وصلوا إلى مكانات علمية متميزة جدا في الخارج. فإذا هو ربط واستفادة بناء على تكليف من الرئاسة. احنا في حاجة شديدة جدا لأن العقول المهاجرة ترجع تاني تبقى موجودة في مصر. ولو هتكلم شوية على دور الإعلام هنا، الإعلام هنا دور زي ما بيبقى فيه الدور الكوميرشال او الدور التجاري او الترفيهي للاعلام او حتى الخبري، كمان في دور تنموي مهم جدا جدا للاعلام. الاعلام مش بس بيوصل اخبار، الاعلام مش بيدي الترفيه والتسليه، الاعلام قادر كمان انه يبني المجتمع، يبني المجتمع من خلال مصر تستطيع، من خلال مجموعه من البرامج اللي موجوده نقدر بيها نوصل صوت مختلف نبني به مجتمعنا. أكد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى لتطوير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية في إطار منظومة متكاملة تشمل جميع عناصر العملية التعليمية بهدف الإعداد الجيد للفرد المقاتل، وبما يحقق القدرة على الإبداع والابتكار من خلال برامج عملية تضم أو تضمن تخريج أجيال قادرة على تحقيق الأهداف العلمية المنشودة. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس بكلية طب القوات المسلحة. لليوم الرابع على التوالي يتواصل فتح معبر رفح البري من الاتجاهين بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك لعبور الحالات الإنسانية والمرضى وحاملي الإقامات في الخارج والعالقين من الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة. بحث مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام مع وفد رفيع المستوى من الإفتاء اليوناني أوجه تعزيز التعاون الديني، وخلال اللقاء أكد المفتي أن دار الإفتاء تبذل الكثير من الجهد من أجل التواصل مع الجاليات المسلمة في الخارج. من جانبه ثمن الوفد اليوناني مجهودات دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب وفوضى الفتاوى وما تقوم به من جهد في تدريب الآئمة ونشر المنهج الوسطي. أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن السلام والتسامح والحوار واحترام إنسانية الآخر مهما كان دينه أو لونه أو عرقه هي تعاليم أقرتها جميع الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية.
وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح، وجه الطيب رسالة سلام إلى العالم أجمع، أكد فيها ضرورة دعم جهود نشر ثقافة التسامح والتراحم والسلام العالمي والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد وبين مختلف الدول والشعوب. تنظم وزارة الآثار اليوم احتفالا بمرور 114 عاما على إنشاء المتحف المصري بالتحرير. وسيعلن وزير الآثار خالد العناني خلال الاحتفالية إضاءة المتحف المصري ليلا للزائرين يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، بعد الانتهاء من أعمال تطوير الإضاءة الداخلية والخارجية الخاصة به، بهدف تنشيط حركة زيارة الأماكن الأثرية. نشرتنا متواصلة وفيها: الحشد الشعبي يسيطر على قاعدة تل عفر الجوية بالموصل ويقطع خطوط إمداد داعش مع سوريا. لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا. والبداية من العراق، حيث سيطرت قوات الحشد الشعبي على مطار تل عفر غرب الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق، فيما تواصل القوات عملية تنشيط وتطهير المطار من مسلح تنظيم داعش الإرهابي. المزيد عن تطورات معركة تحرير الموصل في سياق التقرير التالي. من الشرق إلى الغرب تسعى القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي لتحرير مدينة الموصل ضمن العملية العسكرية التي بدأتها قبل شهر. ففي خطوة نحو قطع خطوط إمداد التنظيم الإرهابي بين الموصل والأراضي الخاضعة لسيطرته في سوريا، أعلنت قوات الحشد الشعبي سيطرتها على مطار تل عفر غربي المدينة، وبدأت عمليات التطهير من جيوب التنظيم الإرهابي. عمليات عسكرية تجرى بغطاء جوي من طيران التحالف الدولي بالعراق، حيث أسفر القصف الجوي عن مقتل 1500 مسلح من تنظيم داعش منذ بداية عمليات قدمون يا نينوى. ورغم التقدم البطيء للقوات العراقية بسبب سيارات داعش الملغومة، فإنها استعادت السيطرة على أكثر من ثلثي الضفة الشرقية للموصل، وقتلت المئات من عناصر التنظيم. موجود سيارات انتحارية اللي أخرونا، وانتحاريين موجودين وقناصين موجودين. شوية شوية عن يتم التطهير، وإن شاء الله بعد ساعة ساعتين ينتهي كل شيء. جاي نحود بهم حود بأبطال فقط رد سريع بإسناد من فقط المطرعة التاسعة لو 34 كتيبة الدبوات الثالثة، وإن شاء الله ما بقى شيء، وراح ناخذها بتسهيل الله ونقل أهل الموصل بشروا إن شاء الله القريبة قريب نحرر جميع إن شاء الله. القوات العراقية تسعى أيضا لتحرير القرى ضمن ناحية النمرود التي تم تحريرها منذ أيام قليلة. حاليا نحن نقف على تلة نمرود اللي تمتد حضارتها حوالي 3000 سنة. هذه الحضارة المتمثلة ببوابة نمرود وقصر نمرود اللي يميننا، وأمامي الآن زقورة نمرود اللي دمرها داعش، كان ارتفاعها بحدود 70 متر، وقصر نمرود كان يحتوي على 200 لوحة أثرية دمرت أيضا بالكامل، وأربع ثيران مجنحة أيضا هم دمرت والركام موجود. وبمجرد تحرير مدينة النمرود الأثرية تكشف حجم الدمار الذي لحق بها، ودعت الهيئة العامة للأثار والتراث العراقية العالم والمنظمات الدولية لمساعدة بغداد في ترميم آثار المدينة التاريخية. نادية المرشدي، النهار اليوم. وما زلنا في العراق، حيث أعدم عناصر داعش 25 مدنيا في الموصل، كما احتجز نحو 2000 آخرين أو آخرين لاستخدامهم كدروع بشرية. يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه نقل النازحين إلى المخيمات، حيث وصل عددهم منذ بدء المعركة إلى نحو 67 ألفا. شباب
لحد الآن أعداد النازحين ليست كبيرة قياسا للذي كنا نتوقعه. أعداد وصلنا تقريبا 50,000 إنسان، ما زال العدد محدود ولم نواجه مشكلة في استيعاب هذه العوائل وإيواها إلى المخيمات. الأسباب الرئيسية لقلة أعداد النازحين نسبيا لغاية الآن هو الاستراتيجية العسكرية المتبعة من قبل القوات الأمنية. القوات الأمنية العراقية تشجع العوائل على البقاء في منازلها وعدم النزوح إلا عند الطوارئ أو الضرورة القصوى، خصوصا في الجانب الغربي الذي هو أكثر كثافة سكانيا من الجانب الشرقي. لذا من الطبيعي أن الأعداد ستزداد مع تقدم عمليات التحرير. الناس المدنيين والعسكريين جماعتنا والحالات الإنسانية، أكثر شيء الحالات الإنسانية جاي نعالج بيها يعني. أما عن الوضع في سوريا، فأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 30 مسلحا من جبهة النصرة في غارات لها على ريف إدلب. أشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن القوات شنت الثلاثاء الماضي ضربات مكثفة استهدفت مواقع لجبهة النصرة، أسفرت عن مقتل عدد من مسلحيها وتدمير تحصيناتها. أدانت منظمة الصحة العالمية الهجمات التي استهدفت المشافي والكوادر الطبية في سوريا خلال الساعات 48 الأخيرة. وقال بيان صادر عن المنظمة إن 3 مستشفيات في مدينة حلب واثنين في ريف إدلب تعرضت لهجمات، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين وتوقف الخدمات الصحية بها. منظمة الصحة العالمية تدين بشدة الموجة الأخيرة من الهجمات على المرافق الصحية، ففي خلال 48 ساعة الماضية كان هناك 6 هجمات على المستشفيات والمراكز الصحية في غرب وشرق ريف حلب وكذلك في إدلب. هذه الهجمات لم تسفر عن إصابات فقط، بل تسببت أيضا في توقف تلك المرافق الصحية عن العمل، كما أن السكان لا توجد لديهم وسيلة للوصول إلى خدمات صحية. وفي ليبيا قتل 6 إرهابيين كانوا يرافقون قيادية في تنظيم القاعدة في غارة جوية استهدفت 3 منازل في منطقة سبها الليبية. من ناحية أخرى، أعلنت مصادر ليبية مقتل 12 جنديا من القوات الموالية لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر في اشتباكات عنيفة مع جماعات مسلحة في غرب مدينة بنغازي. هذا فيما أعلن الجيش الوطني الليبي استعادة السيطرة بالكامل على منطقة القوارشة غربي المدينة بعد طرد ميليشيات تابعة لتنظيم القاعدة منها. وفي اليمن، جدد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي تأكيد أن الحكومة اليمنية لم تكن طرفا في الاتفاق الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وجماعة الحوثي بشأن وقف الأعمال القتالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية باليمن. وأوضح المخلافي أن ما جرى هو نوع من اتفاق بين الحوثيين والأمريكيين يتضمن الموافقة على بدء المفاوضات والمشاركة في لجنة التنسيق الأمني بالسعودية، مؤكدا أن الحكومة اليمنية لن تلتزم باتفاق لم تكن طرفا فيه. وشدد وزير الخارجية اليمني في الوقت نفسه على ضرورة وضع حد للتدخل الإيراني في اليمن. قتل 23 وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في المعارك التي دارت مع قوات الجيش والمقاومة بشرق وجنوب مدينة تعز. أكدت مصادر أن القوات الحكومية حققت تقدما كبيرا في الجبهات الشرقية. هذا فيما أسفرت المعارك عن مقتل 12 من القوات الحكومية وجرح 29 آخرين. وكانت القوات الحكومية قد سيطرت على معقل الميليشيات في حي الجحملية شرقي المدينة، ولا تزال المعارك مستمرة. Yeah.
أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الانتهاكات التي ترتكب بحق مسلمي روهينجا في ميانمار. طلب مجلس حكماء المسلمين بتحرك عاجل لإنقاذ المسلمين الروهينجا في ميانمار والاعتراف بحقهم في العيش بأمان وسلام بعيدا عن الاضطهاد والتمييز. أدانت أيضا جماعة الدول العربية مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات بالحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في مدينة القدس المحتلة. وصف نائب العميد العام للجماعة العربية السفير أحمد بن الحلي منع الأذان في القدس بأنه استفزاز خطير وتصعيد مرفوض. وأضاف بن الحلي أن منع الأذان يعني ضرب حرية العقيدة في الصميم. ويمنح مشروع القانون في حال إقراره من الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم. أرسل الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبر فيها عن أمنياته بالنجاح. وقال المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط إن الرسالة تضمنت إشارة إلى المشكلات والأزمات التي يمر بها العالم العربي وكذا التحديات التي يسعى لمجابهتها في اللحظة الراهنة، معربا عن أمله بأن تنخرط الولايات المتحدة بصورة أكثر إيجابية في المنطقة تحت الرئاسة الجديدة بهدف العمل على استقرار الشرق الأوسط ونموه وازدهاره. توقع مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي استمرار إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي وقيادة التحالف الدولي بالعراق وسوريا، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم في برلين لمسؤولين من 29 دولة من دول التحالف الستين الذي يقاتل داعش. أضاف أن إدارة أوباما دربت لستة أشهر 50,000 من القوات العراقية والبشمرجة وقوات أخرى في سوريا، وهو الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره حاليا في عمليات تحرير الموصل بالعراق. وفي أول تصريح لها بعد خسارتها في الانتخابات الأمريكية دعت هيلاري كلينتون إلى كفاح جديد من أجل أمريكا. وقالت كلينتون أن الانتخابات كشفت عن انقسامات عميقة في البلاد، لكنها دعت لضرورة الكفاح من أجل القيم الأمريكية. وكانت كلينتون فازت بالتصويت الشعبي لكنها خسرت أصوات المجمع الانتخابي الحاسمة لصالح ترامب. And for the sake of our children and our families and our country, I ask you to stay engaged. وفي المحطة الأخيرة بجولتها الأوروبية قبل مغادرة البيت الأبيض، يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة برلين. ومن المقرر أن يختتم أوباما زيارته لألمانيا غدا الجمعة، حيث يجتمع مع قادة أوروبيين من بينهم الرئيس الفرنسي ورؤساء وزراء بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، حيث من المنتظر أن يؤكد أوباما لهم دعم واشنطن لأوروبا بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية. سحبت روسيا توقيعها من المحكمة الجنائية الدولية معلنة أن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي على حد وصفها. وجاء القرار الروسي بعد يوم من وصف المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا.
معتبرة القرم منطقة محتلة. وكانت روسيا وقعت في عام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست للنظر في جرائم حرب. اعتقلت شرطة تركيا رئيس بلدية مدينة فان بجنوب شرق البلاد، ذلك بعد يوم من اعتقال اثنين آخرين من رؤساء البلديات في المنطقة في إطار حملة تستهدف ساسة متهمين بصلتهم بالمسلحين الأكراد. وذكرت مصادر أمنية أن أنقرة عينت إداريين ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين لإدارة مجالس البلدية في محافظتي سرت ومردين في جنوب شرق البلاد والذي تقطنه أغلبية كردية. لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 10 آخرون جراء انفجار ضخم للغاز الطبيعي بولاية إلينوي الأمريكية. في غضون ذلك حاول رجال الإطفاء السيطرة على حريق شب في منشأة لإعادة تدوير المخلفات جنوب مدينة هيوستن الأمريكية. ووفقا للسلطات المحلية لم ترد أي معلومات عن ضحايا الحريق، بينما لم تكشف السلطات عن سبب الاشتعال. الآن أخبارنا الاقتصادية. قال الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية إن الدولة تستخدم الدفعة الأولى من شريحة صندوق النقد الدولي في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. أضاف الجرحي في تصريحات صحفية أن الحكومة ملتزمة بسداد الديون المستحقة للشركات الأجنبية على اعتبار أن هناك شركات عاملة في مجال البترول والغاز الطبيعي تحتاج إلى سداد المديونيات لتنمية استثماراتها في مصر. قالت مصلحة سك العملة إنها أصدرت عملات معدنية من فئة الجنيه و25 قرشا قيمتها 8,400,000 جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، نافية ما يتردد عن وجود نقص عملات معدنية بالأسواق. أضافت المصلحة أنها أنهت إجراءات مناقصة شراء أقراص خام من فئات الجنيه و50 قرشا و25 قرشا لضمان وجود رصيد بالمخازن لمواجهة احتياجات السوق المحلية من العملات المعدنية. أطلق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة قمة مصر لريادة الأعمال 2016 تحت شعار ريادة الأعمال ومستقبل مصر لمدة 4 أيام بالجونة بالبحر الأحمر. وستشهد القمة هذا العام استعراضا للوضع الحالي في مجال ريادة الأعمال في مصر ومنظومة ريادة الأعمال العالمية ومنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومناقشة ريادة الأعمال في مجال الفنون والثقافة والإعلام، علاوة على استعراض أفضل الممارسات من ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن هي عمود النمو الاقتصادي اللي هو هدفه الرئيسي نمو اقتصادي شامل مستدام عادل، بمعنى ان كل المبادرات والمشاريع يبقى عندها فرصه انها يعني تعمل استثماراتها، وان الشباب يبقى عنده فرصه يحول الفكره بتاعته لمشروع، وده الهدف الرئيسي. واحنا طبعا ده جزء من الزيارات الميدانيه اللي بتقوم بيها وزاره التعاون الدولي. هنا عندنا مشاريع عده بتمولها منظمه العمل الدوليه ومشاريع برضو بتمولها السفارة الكندية. تنتهي اليوم وزارة القوى العاملة من قبول طلبات راغبي العمل على 60 فرصة عمل للمعلمين بتخصصات اللغة العربية والتربية الإسلامية بدولة الإمارات،
وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 4500 و506000 درهم إماراتية شاملا السكن، فضلا عن تأمين المواصلات والتأمين الصحي للمعلم، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفى للشروط المطلوبة. تفقد دكتور جلال سعيد وزير النقل أعمال تنفيذ طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلومترا والذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق. وشدد وزير النقل على ضرورة تضافر الجهود للانتهاء من هذا الطريق المهم الذي سيسهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي. نحن موجودين على نقطة البداية في طريق شبرا بنها في تقاطعه مع الطريق الدائري في القاهرة. زي ما احنا شايفين هنا في يعني عمل صناعي ضخم جدا كبير اعلى الدائري، وزي ما قلت دي بداية الطريق. الطريق ده طوله حوالي 40 كيلو وبيصل ما بين هذه النقطة اللي هو طريق الدائري القاهرة إلى الدائري الإقليمي على بعد 40 كيلو من المكان ده. احنا بنتكلم على طريق على جسر ترابي ارتفاعه من 4 الى 5 متر وعليه 38 كوبري، ده واحد منهم، وحوالي يعني هو عليه 62 عمل صناعي منهم 38 كوبري، والباقي عباره عن انفاق بتربط ما بين الكتل السكنيه اللي موجوده والاراضي الزراعيه الناحيه الثانيه. أطلقت وزارة الصحة أو السياحة حملتها الترويجية لمصر بالسوق الإيطالية بهدف زيادة حركة السياحة الوافدة. وتتضمن الحملة الترويجية في إيطاليا إعلانات على شاشات عرض في 13 مطار دولي وداخلي بإيطاليا، وحملة إعلانية على شاشات العرض بمترو أنفاق مدينتي روما وميلانو، وحملة ديجيتال بأشهر مواقع الأخبار الإيطالية، وكذلك مواقع الطقس والسوشيال ميديا ومحرك بحث جوجل. وقال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة إنه يثق في عودة السياحة الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع منظمي الرحلات الإيطاليين. لليوم الثاني على التوالي تستمر فعاليات الدورة التدريبية في مجال تطوير القدرات اللوجستية والاستعداد المؤسسي للهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الصليب الأحمر السويسري بأحد فنادق الغردقة. هذا وتتواصل الفعاليات لأربعة أيام بمشاركة محاضرين سويسريين من الصليب الأحمر الدولي وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بهدف رفع كفاءة ومهارة العاملين وتطوير القدرات اللوجستية والاستعداد المؤسسي. دورة اللوجستيات لتنمية قدرات فروع الهلال الأحمر المصري على مستوى الجمهورية، منهم المرة دي 8 فروع تم تواجدهم بالغردقة برضو لرفع المستوى بالنسبة لعملية اللوجستيات، بالنسبة اللي هي تشمل عملية الشراء والنقل والتوزيع وفي نفس الوقت عملية التخزين في المخازن. اللي بيقوم بها الهلال الأحمر المصري بدوره كجهاز مساند للجهات الحكومية في حالات الكوارث فعالة وكفأة سريعة في الوقت المناسب في المكان المناسب وبالكفاءة والجودة المطلوبة. تمكنت القوات الأمنية بالسويس من ضبط 12 طن سولار مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء. وقامت القوات الأمنية بالتحفظ على المضبوطات والمتهمين الذين اعترفوا بحصولهم على المواد البترولية من دون فواتير من محطة الوقود لتوصيلها لعدد من الشركات.
افتتح لواء أركان حرب أحمد حامد محافظ السويس واللواء أحمد ولي الدين رئيس أركان الجيش الثالث الميداني يرافقهما عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة افتتح وحدتي الغسيل الكلوي والأطفال المبتسرين في مركز طب الأسرة في أحد مستشفيات محافظة السويس، وذلك في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها شركة موانئ دبي العالمية السخنة مع وزارة الصحة. طالب بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس هيئة الثروة السمكية بسرعة الانتهاء من عمليات تطوير مرسى قوارب الصيد خلف قرية الحجاج لحماية القوارب من النوات. وقال بكري إن هيئة الثروة السمكية تتجاهل منذ سنوات مطالب الصيادين بدعوى عدم توافر الإمكانيات المادية، وأضاف أن 25 قاربا تحطمت خلال النوة الأخيرة بالسويس. بدأنا موسم الصيد منذ ما يقرب من شهر تقريبا، ولكن في مشكلة بتؤرق أصحاب فلايك الصيد واللنشات في منطقة مرسى الصيد في منطقة السلخانة خلف قرية الحجاج بالسويس. المنطقة دي يمكن احنا طالبنا كثيرا، يعني بقالنا أكثر من 10 سنوات بنطالب بإنشاء حجز أمواج وتطوير المنطقة. هيئة الثروة السمكية يعني بدأت في إجراءات التطوير، لكن للأسف حتى الآن لم يتم على أرض الواقع. جميع الورقيات وجميع الموافقات كلها خلصت من هيئة الثروة السمكية ومن القوات المسلحة، وجميع الموافقات خلصت الحمد لله، والجهات الأمنية كلها موافقة، لكن يبقى التطوير بيد هيئة الثروة السمكية، لأن هيئة الثروة السمكية هي المنوط بها تطوير المنطقة. النهاردة أنا عندي لنشات الصيد وفلاك الصيد بتتعرض كل سنة للنوات. النهاردة عادت مياه الشرب إلى طبيعتها بمدينة طنطا بعد انقطاع استمر لأكثر من 10 ساعات نتيجة حدوث انفجار مفاجئ في خط مواسير المياه الرئيسية بالمدينة، ما أسفر عن غرق عدد من الشوارع فضلا عن تعطل حركة المواصلات. وكان المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر تفقد منطقة انفجار الماسورة وأصدر تعليمات بسرعة إصلاح العطل وإعادة المياه للمنازل مرة أخرى، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى. الماسورة زي ما حضرتك شايف 30 بوصة يعني 400 ملي عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين، ودي خط رئيسي احتياطي بس بيوصل لبعض الشوارع الجانبية. وصلنا وعملنا الواسطة وبنقفل دلوقتي، وفعلا المياه وصلت فعلا البيوت، يعني هي بس وصلت عكره شويه، لكن هتلاقي في خلال ربع ساعه المياه هتلاقيها كويسه وبطبيعتها، وبنطمن كل الاهالي يعني. تعرضت منطقة السيل الجديد والسوق التجارية بمدينة أسوان للغرق بسبب انفجار ماسورة مياه الشرب الرئيسية، وأغرقت المياه الشوارع الرئيسية وعددا من المحال التجارية. أكد المتضررون أن تلك المنطقة شهدت العديد من الكسور بالخطوط الرئيسية التي تهالكت وتحتاج إلى إحلال وتجديد على وجه السرعة. يعني مش هينفع كده، بص المحلات كلها ادعكت ميه ومش عارفين نفرش ولا عارفين نتعايش ومش عارف الناس تعدي اصلا في الشارع، يعني الدنيا كلها غرقانه. الميه دي ضربه من الساعه 3 بالليل، ماسوره خط كبير ضرب الساعه 3 بالليل، غرق البضاعه وغرق المحلات كلها. ما ينفعش كده يا باشا، الساعه 1 بالليل قدام غرقانه معانا والميه قدام غرقانه خالص، ده اكيد غرقت، هنعمل تاني معاهم يعني. وبقول لهم حشد علينا. قال الدكتور علي ثابت قنصل مصر بدولة باراغواي أن نيلسون مورا سفير باراغواي في القاهرة اتفق خلال زيارته لجامعة أسيوط على إقامة أسبوع للبحث العلمي لدول أمريكا اللاتينية ومصر بأسيوط مارس المقبل، كما تم توقيع بروتوكول طبي بين وحدة زرع الكلى بالجامعة وجامعات باراغواي لعلاج مرضى الكلى من دول أمريكا اللاتينية في مستشفى الركح بجامعة أسيوط.
تم الاتفاق مبدئيا على عقد او اقامه اسبوع كامل لدول امريكا اللاتينيه في مصر، هيكون على ارض جامعه اسيوط، هيبقى اسبوع امريكا اللاتينيه في مصر، هيبقى فيه ان شاء الله بحث اوجه التعاون الثقافي والعلمي بين جامعه اسيوط وبين مختلف الجامعات الموجوده في دول امريكا اللاتينيه. سعاده السفير النهارده بصفه مبدئيه اكد على حضور 4 دول من امريكا اللاتينيه من الدول الكبرى كصفه مبدئيه النهارده، وهيتم دعوه باقي الدول ان شاء الله للمشاركه. المنتدى ده هيبقى فيه برضه منتدى اقتصادي على هامش الاسبوع الامريكا اللاتينيه في مصر، متوقع ان شاء الله يكون في اول مارس القادم ان شاء الله، بحيث يتم الاعداد ليه بصوره جيده تليق بمصر وعلاقاتها الدوليه مع مجموعه دول امريكا اللاتينيه كلها ان شاء الله باذن الله تعالى. نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جامعة أسيوط مؤتمرا بعنوان المرأة ودورها في ترشيد الاستهلاك، وقد شهد المؤتمر إطلاق مبادرة خذ ما يكفيك، والتي تستهدف توزيع الفاقد من الأطعمة على الأسر الفقيرة. وحدد المجلس القومي آليات التنفيذ في التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمطاعم الكبرى والقرى السياحية. في هذه الندوة مبادرة خذ ما يكفيك وأترك طبقك فارغا، بنقول لكل أسرة ثقافة أسرتك، ثقافة ابنك وبنتك، إنها تكون تتعلم ترشيد الاستهلاك عن طريق أكلها، إنها تاخد ما يكفيها وتترك الباقي لكل احتياجات الأسرة، أو إذا كان حاجة بتتبقى من الأسرة ممكن نقول تستفيد بها الأسر الفقيرة المحتاجة، نقول لأ للجوع، نقول لأ للفقر، نقول لأ للاحتياج. المرأة الريفية في مصر معروف أنها من ضمن عوامل الإنتاج الرئيسية، سواء من الإنتاج الداجني، الإنتاج الحيواني وخلافه، والزراعة، التعاون في المنتجات الزراعية في الأراضي الزراعية مع زوجها، بالإضافة إلى رعاية الأطفال وتربية الأسرة بشكل عام. أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أهمية التنفيذ الكامل والشامل للاشتراطات اللازمة لإدراج محطة كهرباء غرب أسيوط بقرية جحدمة التابعة لمركز منفلوط كهدف حيوي للتأمين، وإجراء عدة تجارب ومحاكاة لتأمينها في حالة حدوث أي طارئ. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الشعبي بالمحافظة بحضور اللواء عاطف قلاعي مدير أمن أسيوط واللواء أسامة البدري المستشار العسكري للمحافظة. والآن إلى الأخبار الرياضية. تستكمل اليوم مباريات الأسبوع 9 للدوري بـ4 لقاءات غاية في القوة والندية. انتهى اللقاء الأول بهزيمة إنبي من المقاولون العرب بـ2 مقابل 1، بينما تعادل كل من وادي دجلة ومضيفي سموحة في اللقاء الثاني بـ1 لكل منهما. وتجرى الآن فعالية اللقاء الثالث بين طلاع الجيش والاتحاد السكندري. وتختتم مباريات اليوم بديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري باستاد برج العرب في تمام 7:30. وضمن منافسات الأسبوع نفسه قاد أحمد الشيخ لاعب فريق مصر المقاصة فريقه لتحقيق فوز ثمين على ضيفه الداخلية بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهم على استاد الفيوم الرياضي أمس. الفوز رفع رصيد مصر المقاصة إلى 21 نقطة، بينما توقف رصيد الداخلية عند 6 نقاط. كما فاز فريق بتروجيت على مضيفي النصر للتعدين بـ2 مقابل 1 في اللقاء الذي جمعهما على استاد أسوان الرياضي. الفوز رفع رصيد بتروجيت إلى 19 نقطة، بينما توقف رصيد النصر للتعدين عند 5 نقاط في المركز 16. وفي سياق متصل فاز فريق الشرقية على ضيفه أسوان بـ3 أهداف مقابل 2 في المباراة التي أقيمت على استاد جامعة الزقازيق، وهذه أول مباراة يفوز بها فريق الشرقية في الدوري ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط
فيما تجمد رصيد فريق أسوان عند 50 نقاط. عثر صاحب مزرعة في شرق الصين على قرد صغير وسط مجموعة من الماعز في مزرعته، وقال صاحب المزرعة إنه وجد القرد في المزرعة منذ نحو 5 أيام ليكتشف أنه اندمج مع قطيع الماعز بشكل غريب، وأضاف أن القرد تسلق ظهر عنزة من القطيع ويرفض تركها طوال اليوم، كما لو كانت أمه وتمنحه شعورا بالأمان، خصوصا أنه كان يشعر بالخوف في بدء الأمر. أضاف أنه حاول إطعامه الموز لكنه رفض وظل على ظهر العنزة ورفض التخلي عنها. وإلى أحوال الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة، على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وفيما يلي بين بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. تم التذكير بأهم وأبرز العناوين. السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين بينهم إسلام بحيري. السيسي يؤكد مساهمة مشروع تنمية قناة السويس لإحياء طريق الحرير ويرحب بعمل الشركات الصينية في مصر. وإسماعيل يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ووزير التموين يؤكد أن أرصدة السلع الغذائية كافية. ولمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار دوت تي في، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. وبالعودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام للتعليق على خبر زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى برلين والمؤتمر الصحفي المقرر عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن أستاذ إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون. أستاذ إدمون، هل أنت معنا الآن؟ أستاذ إدموند، يبدو أننا فقدنا الاتصال. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.